عادل، عادل احنا اتفقنا الحقيقة ان احنا نعمل يوم عندنا هنا نستضيف فيه صحبتنا، يعني عشان نقعد مع بعض ويبقى يوم للستات فقط. يوم ايه للستات فقط؟ انتوا مش كفاية عندكم المترو بتاع الانفاق ده بقى متخصص فيه عربية للستات فقط؟ انتوا عايزين تتسلوا بقى، انا ممكن افكر لكم في حاجة تبقى مفيدة، ممكن اقول لكم على افكاري يعني. اي حبيبتي، اي انا رانيا. ايوه يا بنتي، يوم الجمعه زي ما اتفقنا خلاص. زي ما اتفقنا. لا لا لا، كلميها انت قولي لها. لا لا، اوعي تجيبي جوزك معاكي. لا لا يا بنتي، ده احنا ما هنصدق نريح منه. ايوه حرام عليكي. اوكي اوكي، طيب يا قلبي، باي باي. ليلى بتسلم عليكم وبتبوسك من هنا ومن هنا. مش عايزه ابوسها ومش عايزه اسلم عليها. بقول لكم ايه، انا بيتي يا اخوانا، ما ينفعش اسيب بيتي، وبعدين ده يوم الجمعه، يوم الراحه بتاعتي، يوم الجمعه يا عالم. ادي ده ايه يا عاد، انت ليه مكبر الموضوع بالمنظر ده؟ هو اولا احنا وي هاف تو هاف فان، اند ذس از اور رايت تو هاف فان. يس اوف كورس مامي، قصدها انه الترفيه مثل الماء والهواء. يعني انتوا بتدوروا على الميه وعلى الهواء؟ الميه افتحوا الحنفيه هتنزل لكم ميه سخنه وميه ساقعه. عايزين هواء افتحوا الشباك هيجيب لكم هواء بزعابيب بتربى كله. لو النبي عادل بلاش حكايه الشباك دي، الله يخليك. يا غيرانانا، اصلي في متسنفتي كوري قوي جنت نزقنن كده طول النهار والليل، يقعد يعكسني. يا وليه يا اختشي، اختشي يا قرشانه، حرام عليكي، ده عيل صغير عنده 7 سنين بيروح مع ياسمين الصبح وبيركب معاها الباص من قدام الباب. اوه بصوا بقى يا جماعه، يا جماعه بصراحه انا مش هقدر اسيب بيتي ده، انا بيتي ده اللي تعبت فيه وبنيته طوبه طوبه واسمنتايه اسمنتايه، في النهايه عايزين تسيبوني البيت وتلموا صاحباتكم وتقعدوا فيه؟ مفيش صاحبات ومفيش ستات هيقعدوا في البيت ده ابدا. اتفضلي يا شيرين، نورتي. بقولك ايه، هو انتوا ما عندكوش حاجه ساعه بتقدموها جنب الاكل مثلا ولا حاجه؟ عادل انت مش ملاحظ ان الناس قاعده بقالها كتير؟ يلا اتفضل لو سمحت، اطلع يلا اخرج. حاضر حاضر، ما انا هاخد. نورتوا يا جماعه، نورتوا. سالي نورتي يا سالي. قولي لي يا سالي، بقولك ايه، هو جوزك اللي هو التالت ده طلقك امتى يا بنتي؟ هو مش جوزك ده اصلا اللي كان متجوز لبنى؟ لا، اللي كان متجوز لبنى ده طليق التاني، التالت بقى كان متجوز نجوى. يا شيخه، طب والوحش ده طلقك ليه؟ تخيلي الراجل الناقص بيقول عليا ان انا مهووسه وببصبص لجوازات اصحاباتي. ده الراجل اتهمني في انور جوز شيرين. تخيلي يا شيرين. طب يا رانيا، انا مضطره ان انا امشي دلوقتي حالا. مش سايبه انور لوحده في البيت. يا شرف نورتي يا حبيبتي. معلش بقى الظروف. سلمي على انور قوي قوي. سلمي عليه ان شاء الله. باي باي. دودي، ازيك يا دودي؟ عامل ايه؟ وحشتني قوي. الله يسلمك، انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت يا اخبارك؟ والله ما شفتكيش خالص. ايه يا دودي؟ يا دودي حبيب قلبي. قوم يا بابا، قوم يا بابا. اهلا وسهلا يا حبيبتي. تعالي يا حبيبي، عندك مواعيد كتير النهارده. يلا يا عمان، يلا حبيبي، يلا يا ماما. طيب هتكلم على الله. تحب ارجع الساعه كام؟ عايزه ايه يا ياسمين؟ بابا، ماما عايزه اتصل باصحابي يجوا لي. يا حبيبتي طبعا، طلعه اجتماعيه زي الحمد لله يا رب. يلا يا بابا. اعمل ايه؟ ارجع الساعه كام؟ ايه يا عادل، في ايه؟ وانت هتاخد اذن عشان ترجع بيتك يا حبيبي؟ مش ممكن يا ماما. ايه انت بقى؟ اقول لك ارجع الساعه 10. بابا مش ناخد وقت ده. 10 وحته. لا انت بقى بتيجي. ما ترجعش خالص. اقول لك يا عادل، بتيجي طول ما انت ما عندكش صحاب؟ لا عندي صحاب بالهبل، هروح لهم. حاضر. يا يا يالله. الشاي يلا بدوي. ايوه جاي. ايوه عايزه شيشه بلا لطيفه. التلات شالوا صايه. خد دي بقى بالشافه وادعيلي كده. الجنب ده باظ. صح. الجنب ده يا ابني انت من امبارح. بص دي اهي راحت فين؟ اهي وريني بقى هتسلكها ازاي؟ دي قفلت خالص. صح والله، تسلكها ازاي دي؟ بالظبط كده باش مهندس. انت عارف يا باش مهندس، الواد ده ملوش في لعبة الدومة. ليه؟ لعبة الدومة ده ليه لازم الناس المفتحة، انما ده مخه زنخ ما يعرفش يركز ما تسحب من الارض يا صحيح، يعني دي عايزه لازم سحب من الارض. ده ضعيف، ده عايز حد يضمنه ببطاقه. ده انت بتتمسخر عليا؟
خد افتح لي المطوه خلينا نخش. واضح ان الباشا ابن نكته. النمله مؤاخذه. انا اسمي عادل. عدول عاشت الاسامه عدوله. اخوك ضبه وده قفل لمؤاخذه. اكيد الاخ بقى يبقى مفتاح. ده سريع البديعه والله عسل. صح معروفه انا مش محتاجه فتاكه يعني. قفل وضبه ومفتاح يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والاخ قفل وضبه ومفتاح يعني. انتوا بما ان الاسامي كده انتوا شغالين في الامن؟ افتحلي المكواه وقولوا ايه ما قصصت. ايه ده دوله؟ ايه يا دوله بقى تيجي نور من غير ما تقول لي يا دوله؟ معلش يا استاذ رمزي نسيت يا سيدي نسيت. السلام عليكم. الله يسلمك دوله. مش تعرفنا على اصحابك الجداد دولت؟ يا حياتي مالك يا عادل؟ مالك ممقوس كده ليه ومزعل نفسك قوي كده؟ انا زعلان؟ وانا في ايه زعلني يعني؟ ايه اللي يخليني ازعل يعني؟ ده شكل واحد زعلان. ده شكل واحد زعلان اطلاقا. انا برضو قلت كده بصراحه. ما فيش حاجه تزعل اساسا. بس انا حبيت بس ان انا اتاكد ان انت كويس يعني. انا كويس. وبعدين يا رانيا يعني ايه انزل من بيتنا يعني؟ يعني ايه؟ وبعدين اروح اقعد في مع رمزي؟ اقعد مع رمزي اقابل رمزي مرتين في اليوم، مره في البازار وبالليل في القهوه؟ حرام. ده يرضي مين؟ ده يرضي مين؟ بصي يا بيبي انا عارفه ومتاكده ان انت بتحاول تطلع الغضب الكامن في نفسيتك. رانيا رانيا ايه 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 ده؟ ايه يعني ايه؟ ايه اللي حجمه كده مضايقني يعني؟ رانيا لو سمحت مش عايز افتئات. ما بصي يا بيبي اصل انا كنت متصوره طبعا يعني ان انت لما هتخرج وتتفسح وتقابل اصحابك هتستمتع وتنبسط كده يعني. هو انا يعني كنت عايز اعرف ايه ده يا بيبي؟ هو انت ما عندكش صحاب غير رمزي ولا ايه؟ رمزي ايه اللي صاحبي؟ رمزي ده ابن عمي وغصب عني يعني. انا مش قصدي ولا حاجه. انا عندي صحاب يا ماما لو جم ان هو عزمتهم في البيت مش هيقدروا يقفوا حتى على رجل واحده. اخس عليك يا عادل. ليه يا حبيبي كده؟ انت جايب صحابك تعذبهم؟ لا يعني مش هيقدروا يقفوا على رجل واحده على اساس الشقه تبقى زحمه من كميه الاصحاب بتوعي. عندي صحاب كتير جدا. طب ما تعزمهم عندنا هنا. اعزمهم اهو تنبسط ولا تضايق نفسك ابدا يا عادل. اعزمهم. طبعا بقى زي ما انا فكرت فيكم وسبت لكم يوم الجمعه اللي فاتت ترفهوا فيه عن نفسكم، فمتهيالي يعني من حقي ان انا اخد يوم زي كده. مش هقول لكم طبعا انا رحت فين عشان ما سيرش عندكم الاحقاد والنفسنة. هتكون رحت فين يعني يا خايب؟ كبيرك اشتريت لك بنص جنيه ترمس ومشيت تقزقزه على كورنيش النيل. عموما انا هسيبك فاكره كده ومش هريحك يا سناء. يا بنتي ده راح يقابل رمزي. يا شيخ ايه ده رمزي ايه؟ لا 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 يعني انا قابلته يعني بالصدفه لان انا كنت موجود في القهوه وبعدين لقيته طب عليا يعني. عموما المهم اليوم ده هيبقى يوم رجالي بس، فبطلب من كل واحده فيكو انها ما تخرجش بره للصاله خالص. طب بقولك ايه عادل، تحب اجيب لك ام حسنين عشان تشوف لكم الفنجان؟ فنجان ايه؟ معقوله يعني يا حماتي؟ بقولك قاعده رجالي فيها حاجات تانية خالص غير اللي انتوا بتعملوها يعني. ايوه يعني انتوا هتعملوا ايه في القعده دي؟ حاجات زي ايه يعني؟ حاجات يعني في افكار هنعملها وفيها كمان حاجات تانية خالص يعني هنعملها، وبس ما فيهاش بقى ايه يعني فنجان ولا الحاجات الحريمي دي يعني. هتعمل ايه يا خايب انت واصحابك الخايبين؟ هتلعبوا ايه يعني؟ هتلعب استيميشن ولا هتلعبوا تحطيب؟ ولو في واحد قادر وذكي هيلعب شطرنج. خلاص خلاص خلاص، احنا هنسمح لك انك تاخد اليوم ده يوم الاربع عشان انا عندي ميعاد مع اصدقائي بروح اخد دانس لاي في النادي. لا اربع ايه؟ يوم الاثنين عشان انا عندي زياره عائليه. اربع ايه واثنين؟ انتوا هتنقوا لي؟ انا اصحابي مش صيع يقدروا ياخدوا اجازه في اي وقت. انا اصحابي رجال اعمال وسياسيين، وفي منهم برضو بعض رجال الاعمال وفي منهم ناس تانية سياسيين يعني، فعشان كده اتفقت معهم بالعافيه انهم يقدروا ياخدوا اجازه يوم الجمعه، فاليوم اللي انا هعمله ده هو يوم الجمعه. ياه صحابي بقى بتوع زمان يعني، بديع يعني، صبحي يعني، سامر، الناس الهايله بتوع زمان بقى.
وبديع وصبحي وسامر ده يعني عاملين ازاي يا بيبي؟ عاملين ازاي؟ لعلمك دول ناس ايه؟ ناس نظيفة نظيفة يعني مش اي كلام. اه طب ودول شكلهم ايه يعني؟ they looks like ايه يعني عادل؟ يعني دول يا ستي بقى شكلهم ايه؟ مثلا واحد زي بديع ده يعني عارفة شبه حسين فهمي؟ لا كان بيمشي في الكلية الناس بيفتكروه حسين فهمي وجاي يصور مثلا في الكلية وكان معلق نص بنات الجامعة. ايه فعلا؟ واضح. وعندك مثلا واحد زي مثلا صبحي ده بقى فظيع، ده راجل اعمال من الناس الجامده جدا، والعلم كان عايز يخطب سناء هي الغبيه اللي ما رضيتش وراحت اتجوزت محسن اللي طلقها ده. وعندك واحد زي سامر ده بقى يعني نضاره بقى وبتاع، وتحسي كان دايما ما بيغشش ولا بتاعه، وكان مثقف جدا ومتعلم جدا يعني لدرجه ان هو ممكن دلوقتي تلاقيه بقى عالم كبير جدا. اوعى او مات. الا صحيح يا دولا، انت امبارح يا عم في القهوه صاحبت الناس الكتير قوي دولت بسهوله كده ليه؟ خدت بالك يا رمزي؟ تعرف انا يعني ميزه عندي الحمد لله، يعني الواحد ما بيشكرش في نفسه، بس انا طول عمري اجتماعي بحب الناس، وعشان كده عارف ايام الجامعه ياه يا دولا. تخيل يا دولا انت عمرك ما يبان عليك العلام خالص. انا غلطان، انا بتكلم مع جزمه زيك. انا اسف يا دولا، انا اسف، بهزر يا عم بقى، بهزر بقى. كمل يا دولا كمل. ايام الجامعه ده رمزي، ياه فكرتني بايام زمان. عارف كنت اشهر واحد في الجامعه، كان كل الناس بييجوا يصاحبوني، كان عندي اجنده كده اهو بتاع التليفونات مليانه نمر، ومش بكتب بس النمر والاسماء، لا بكتب اوصافهم عشان ما انساهمش كمان، يعني انا مخي مش دفتر. لدرجه انهم في الجامعه ما كانوش مثلا بينتخبوا اللي هو بتاع رئيس اتحاد الطلبه، لا كانوا على طول بالتزكيه رشحوني، هو عادل سعيد هو رئيس اتحاد الطلبه فيرشحوني على طول يعني. الله يا دولا محبوب انت دولا. طب هي بقى النوته دي اللي بتاعت اصحابك؟ لا دي نوتة صغيرة بس نقيت منها اعز اصحابي، انا كان عندي اصحاب كتير جدا بس ايه مليين اجندة كبيرة جدا، فاختصرتها ولميتها في الاجندة الصغيرة دي. وسيبني بقى عشان عايز اعمل شوية تليفونات اعزم ناس عندي يوم الجمعة باذن الله من اصحابي بقى. يلا دولا، طب واصحابك بقى دول هم يعني كلهم اصحابات بازارات زيك كده؟ لا، في منهم رجال اعمال، في منهم سياسيين، في منهم فنانين، لعيبة كورة. لا ما تقولش لعيبة كرة. تعرف ابو تريكة؟ ابو تريكة ده يا ابني حبيبي، ابو تريكة واخو تريكة وخال تريكة وعم تريكة كلهم حبايبي يا ابني. الله يا دولا انا بموت في ابو تريكة دول. دولا انا بقى طبعا يعني من اصحابك وحبايبك دول هم صح؟ الله يا رمزي انا كان بودي اعزمك بس للاسف ما لقيتلكش تليفون اكلمك اعزمك فيه يعني. اصيل يا دولا اصيل والله وشهم وبتحاول تبلغني. طبعا بحاول ابلغك، عيب يا ابني انت ابن عمي، بس يعني هعمل ايه، انا مجبر على ان انت تبقى ابن عمي، انا مش بنيتي ولا بمزاجي ولا باي حاجه، وسيبني بقى دلوقتي عشان عايز اكلم صحابي. ماشي دول هو انا يعني من اصحابك اللي بتحبهم قوي دول هم ولا ايه؟ من صحابي اللي مجبر عليهم عشان قريبي، لكن لو مش قريبي ما كنتش هتبقى اصحاب ولا حاجه، فخلاص سيبني اكلم صحابي بقى لو سمحت. ماشي. ايه اوبا محمد بديع. محمد بديع ده يا ابني كان بياخد رأيي في أي حاجة قبل ما يعمل أي مشوار، أي حاجة على طول يكلمني، ياخد رأيي يقول لي إيه رأيك أدولة أعمل كده ولا لأ، أقول له أتكر على الله. محمد بديع فظيع فظيع. سلم لي عليه دولة. أنت تعرفه؟ لا. يبقى خلاص مالكش دعوة، مالكش دعوة بصحابة. ألو أكلم الأستاذ محمد بديع والله؟ ها؟ سافر؟ سافر إيه؟ سافر فين يعني؟ هاجر. ازاي ده ما قاليش يعني ان هو هاجر ولا مسافر ولا حاجه؟ ها هاجر من 10 سنين. لا 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 خلاص، لا ده انا كنت صاحبه وبعدين ما بقيتش صاحبه يعني. طب شكرا شكرا شكرا، مع السلامه مع السلامه. ما بيقوليش على كل حاجه، ما بيقوليش. انت بتكلم ليه؟ بتكلم ليه؟ صفوت سعد يا معلم، عارف ده بقى؟ ده اخر الرجال المحترمين، ده كان صاحبي جدا، عارف الوحيد اللي ما كانش بيرضى يغش في الامتحانات خالص، وكنا نقعد نقول له يا ابني ليه ما بتغشش؟ يقول لك لا، لا احب الغش، لكن بعد كده بقينا احنا اللي بنغش منه وقت طول الوقت، بس كان ده فظيع فظيع. صفوت؟ اه طيب، سلم لي عليه دول. انت تعرفه؟ لا. خلاص ما تكلمش خالص. الو صفوت، صباح الفل يا معلم. ايه؟ صفوت؟ هو صفوت فين؟ خد منك فلوس؟ ومش لاقيه، فين يا هربان؟
لا 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 حضرتك، احنا هنا جمعية البحث عن الهربانين. ايوه لو عايز اي حاجة بكلمنا. شكرا. دولا دخلنا الجمعية دي والنبي دولا بنفرين. ولا انا حاسس من ساعة ما انت قعدت جنبي وانت فقرني مش لاقي ولا صاحب. راحوا فين؟ راح اسكت بقى. صلاح هشام يا معلم. ايه ده صاحبك بردك؟ امال ايه، صلاح هشام ده عارف ده اخويا. ايه ده انت ليك اخ اسمه دول؟ انا اول مره اعرف. وابن عمي ابن عمي يعني انا عادل سعيد يبقى اخويا اسمه صلاح هشام زي اخويا يعني زي اخويا. دولا سلم لي عليه. انت تعرفه؟ لا اسكت خالص. الو ابو صلاح، صباح الفل يا معلم. الو طيب مشغول قوي، اصل هو راجل اعمال ناجح جدا، ده محتكر السوق كله يا ابني. انه سوق دولا ده؟ انا عارف. اصبر. الو ايوه ها انا عادل سعيد. الو وانا رمزي. انت وراك حاجه يوم الجمعه الجايه؟ اعمل ايه والله ما عارف يا رمز اعمل ايه. طب بص بقى دولا بقى ابو الرماميز وافكاره، انت تروح تعزم صحابك اللي هناك دول، همت مش انت بتقول عليهم ان هم اصحابي جامد قوي؟ هم اصحابي زي ما انت شفت يعني، بستقبلهم ازاي، بيتكلموا معايا ازاي، لكن برضو يعني مش معقوله معرفه بقالها وقت قليل، مش بقالها كتير، ما اقدرش ادخلهم بيتي كده على طول يعني. بقول لكم يا رجاله، في النهارده واحد مخبر جه سال عليكم وعمال يطقص كده من شويه يعني، والمعلم عرف بالموضوع وبيقول لي ايه زحلقهم من القهوه عشان ما يعملوش اي قلق في القهوه يعني. جراد انت قلت الذوق بتاعتك دي، انت والمعلم بتاعك ده. ياه امسك اعصابك. بتقول ايه؟ اسمع ياه، ما تخلينيش اغزلك انت والمعلم بتاعك واضيع فيكوا سهل الشباب في اللومات. ودي خليني اغزلك. اغزله طيب غد اطفال اخنا، حتى حالة طبك انت يا عم البكواجي. ركب لك جلده بقى يا دول. اسمع كلامي زي ما انا بقولك كده، العنوان بيبان من جوابه يا دولة. بص الناس دولت انا ليا نظرة فيهم، الناس دولت محترمين وخدها مني. والله هو من ناحية محترمين فيمكن اول مرة تقول حاجة صح، فعلا محترمين يعني. ده بلا ادنى شك. كمان هتقول ادنى شك؟ كنت ايش عرف؟ بس كفاية خلاص، قلت محترمين خلاص. منورين يا رجال. عدول انا فاكرك. افتح لي المطوى خلينا غزله. صاحبنا يا الله يخليكم. اهو فتح اهو، اتفضلوا بكم ومطرحكم. والله يعني انت حضرتك رايك ان انا اغير الكالون بتاع الباب؟ تغير الكالون؟ ده فتح من اول مفتاح على طول. لا لازم تغير الكالون. وبعدين لا مؤاخذه غلط، انت كده تتشقت العيال ولادي الحرام اللي مالهمش في الصنعة ممكن يقسطوك وياخدوا السبوبة. افتح لي المطوى خلينا غزه. انا والله يعني مش عارف اقول لكم ايه، اتفضلوا يا جماعة انا مش عارف، متشكر جدا على النصيحة الغالية دي، فعلا اصحاب يعني. الله يا دولا، الله شايف يا دولا الناس اللي قلبهم عليك ده، انت تاخدهم من ايدهم كده هون وتوريهم باب المحل بالمرة. والله سلام. مزه واكل، واضح ان انت صاحب مزاج قوي دولا. لا ده انا بتاع المزاج كله بقى معلامه. وادي الاكل وادي الحاجه الساقعه. ايه ده نسيوا يجيبوا الفتاحه بتاعه الحاجه الساقعه. بص بقى هروح اجيب لها لكم. ايش بس محلك ما تخلينيش ما تخلينيش غلطك، افتح لي المطبخ وخلينا غلط. هتعمل ايه؟ اهو ما شاء الله لدي. ما شاء الله حضرتك يعني مشبره. اسلب يا سلام. ادى انتوا مربيين بسه بتبسبس هنا ولا ايه؟ لا لو سمحت دي المدام بعد اذنك ما تغلطش. ها عايزه ايه؟ انا قاعد مع اصدقاء الطفوله ما صدقت اقعد مع اصحابي. عايزه ايه؟ بقول لك ايه هو اني فيهم الراجل المحترم ده اللي هو كان متقدم لسناء، اني فيهم؟ ها استنى
انا هروح اقول لسنانه هنا. لا 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 لا, لا تقول لنا ايه. لا ده هو اصله خلاص اتجوز. انت عارفه دلوقتي البني ادمين المحترمين بقوا عمله نادره في البلد. طب طب شاور لي عليه عادل. اني واحد فيهم كده الطيب ده اللي هو اللي على الشمال خالص اللي عمال بيضرب في الفرخه ده شايفه؟ اللي هو لابس المنديل بتاع الخدامين ده. يلا بقى خش بقى خش بقى عايز اكلوك. طب اني واحد فيهم بقى اللي كان مقطع السمكه وديلها؟ اهو بصي اللي مقطع ازازه الحاجه الساقعه ده هو ده اللي كان مقطع السمكه. بس يظهر السمكه ازيت ولا حاجه ف عادل هو انت اصلا تعرف حسين فهمي شفته قبل كده يعني؟ بقى بزميتك ده مقطع السمكه وديلها ده معفن. لا يا ماما لا ده كان شبه حسين فهمي بس هو شويه حوادث حصلت له يعني. يلا خش بقى عايز اروح لاصحابي بقى يعني. اكيد طبعا بقى الواد ده اللي قاعد عمال يحف هناك ده اللي قاعد جنب رمزي هو ده العلامه اللي كان بيطلع على طول الاول اللي هو اسمه سامر بايت. هو برافو عليك شفتي بيبان على طول من نظارته من طريقه اكله الله. هو بغباوته بسحنته يعني. يلا خش بقى خش بقى يلا بقى يا رانيا. الله انا مش كنت سايبك مع اصحابك. منورينا يا رجاله والله. خليك معايا. اهلا وسهلا. انا قلت اجي اسلم على اصحاب عادل ابني. اهلا ازيك يا حجه. اهلا وسهلا يا ابني. حجه خدي افتحي لي المطوه دي نوبه ثواب. مطوه ايه يا ابني؟ حجه ما تخافيش يا ماما يعني هم بس بيجربوا كلمه حجه عمرهم ما سمعوها قبل كده يعني. ف قفل وضبه ومفتاح. اكبر عصابه شقق في المنطقه ولا وقعتوا؟ واحنا شفنا الراجل ده فين قبل كده؟ ايه ده معرفه؟ خد لي مؤخره افتح لي خليها مقفول. حضرتك قفل وضبه ومفتاح دول عصابه كبيره. لا قفل وضبه ومفتاح ورمزي ده رئيس العصابه. حضرتك تفضلوا تفضلوا. استنى الورك ده. يلا يا حبيبي يلا اشوفك انذر تايم مع الدوم. مع السلامه مع الف سلامه. انا اروح معاهم بقى. روح انت تكع الله. انتوا لازم تدفعوا اشتراك الاسانسير اكتر من اي شقه. يا سلوم يا اختي ده كده يبقى ظلم واستهبال كمان. ولا احنا يعني عشان طيبين معاكم يا جماعه؟ اصل هما بيحسبوها بالراس وانتوا يعني ما شاء الله كتير. الله اكبر. خمسه وخميسه في وشك. انت جاي تقر علينا يا ست انتي؟ وبعدين يحسبوها بالراس ليه؟ هو احنا مش بني ادمين هيومنز يعني ولا احنا ماء ماء؟ من الاخر كده يا ام ميرفت يحطوا لسانهم جوه بقهم. احنا مش هندفع ولا مليم. السلام عليكم ياسمينة. بقول لك ايه، هاتي لي البدله الكحلي بتاعت بابا علشان القميص بتاعه اتقطع وهو قاعد بقى في البازار بكم وكم. لا طيب استنى لما الخناقه تخلص. انجينا للحق بقى والعدل. المفروض بهيره اكتر واحد تدفع في موضوع الاسانسير ده. يا جماعه انتوا مش واخدين بالكم، دي بهيره دي غلبانه وربنا عالم بظروفها، وبعدين جوزها عيان والدكتور اللي بيعالجه قال لها تنزل بيه كل يوم 3 مرات بعد الاكل. تعمل ايه بقى الغلبانه؟ لا في دي ما نقدرش نتكلم. هو الواحده ليها ايه غير جوزها حتى لو كان عظم في قفه؟ يا جماعه دول بعتني اجيب له البدله الحمراء بتاعته. وبعدين بقى شوف مين بيتكلم. يا فلحوسه عصيرك وزماناتك، ما دام انت فلحوسه كده سايبه جوزك ليه يسترمع في الشوارع ويعلق البنات؟ يا اختي اسكتي بلا خيبه. ده انت بقى ده انت سلكتول قوي يا مجيده بقى قد كده عايزه تقص. لا بقول لك ايه يا سناء، انت تحترمي نفسك واوعي تاني مره تتكلمي مع مامي من غير القاب. انا بقول لك انا جوزي صايع. ايوه صايع وانت عارفه انه صايع وانت لسه كمان بتبصبصي معاه. يا سلام يا اختي. يا حماتي مامي مش قصدها ان جوز حضرتك صايع. مامي كان قصدها ان جوز حضرتك متشرد. لا 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 انتوا بقيتوا ولاد ادب قوي قوي، عايزين تتربوا من اول وجديد. سناء سيب الكبار يتكلموا مع بعض وخليكي معايا انا. يا جماعه دول بعتني اجيب له البدله البني. انا من زمان عايزه ابقى معاكي وانتي معايا عشان بالمره اربيكي، لاني يعني طول عمري حاسه ان ما حدش كان عنده وقت يربيكي. خلاص بقى يا جماعه انا هروح اقول لدوله محدش راضي يديني البدله بتاعتها. انت خليني معاك بعد اذنك عشان انا دماغي مصدعه وعصبي مش قادر استحمل الهيصه دي كلها. لازم انا بعت لك 12 تمثال، ما تجيش دلوقتي تقول لي لا بعت لي 10. بعت لك 12 تمثال. ازيك يا بابا؟ اهلا يا ياسمين. ايوه يا سيدي. عموما بص لو ما جبتش ثمن ال 12 تمثال انا هاخدهم بقى ثمن 14 تمثال. فرده فرده. اهو انت بقى اللي قليل الادب، انا قليل الذوق. بص ما تتعاملش معايا تاني، وانا ثمن الشغل بتاعي انا هعرف اخده ازاي. وفي 60 داهيه.
ولا في البدله البيج اللي قلت لك هاتها لك. انا رحت جبت لك بقى ياسمين يا دولا. وانا هلبس ياسمين؟ انت بتستهبل يالا، مفيش حاجه اطلبها منك وتعملها ابدا. بابا انت لابس كده ليه؟ الدنيا حر. ولا اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ مفيش منك فايده ابدا، اعمل فيك ايه؟ هتعمل يا دول؟ انت بتسالني عم ولا هتستهبل؟ هتتضرب يلا هتتضرب. خلاص يا بابا خلاص خلاص، هو في كل حته لازم خناق خناق خناق. بس وايه اللي بيحصل ده؟ لا يا حبيبتي مش هتخانق ولا حاجه، انا هديهم. في ايه في ايه يا ريت الادب؟ انت اللي متربطيش يا بنتي اساسا. دي ما رضيتيش بنتي تخلص. يا جماعه يا جماعه مش هينفع الكلام ده. اهدي يا سناء. اوعى انت كده، خليك في حالك. انت قلت الادب، انت ستوبيد انت. وبعدين انت يا ست انت طفشتي جوزك صح؟ انا طفشت جوزي؟ انا كنت شايله يا اختي على اخت في الراحه. راحه الراحه ايه الراحه؟ امال ايه يا جماعه يا جماعه؟ ما ينفعش الكلام ده. لو سمحت ما حدش يجيب سيره ابويا. عادل لو سمحت من فضلك خليهم هم يصفوا حساباتهم مع بعض، وهو بالمرة نخش الأوضة نصفي احنا حساباتنا مع بعض. لا حساباتي أنا، بس عايز أشوف المصيبة السوداء اللي احنا فيها دي. في إيه؟ مش طايقين بعض ليه؟ من الصبح قلبينها نار ليه؟ يرضيك الست القرشانة دي تشتم أبوك؟ لا طبعا ما يرضينيش يا ماما، بس يعني ما يجراش حاجة، أنا ما شتمته إيه اللي حصل يعني. وأنت يرضيك يا عادل إن الست القرشانة دي إنها تجرح مشعوراتي قدام الأسماء أم ميرفت؟ لا طبعا ما يرضينيش ماما بعد كده ما تجرحيش مشعوراتها دي قدام أم ميرفت، اجرحي مشعوراتها قدام اي ام حد تاني. وانت يا ابي يرضيك ان اختك الزفته دي تقول عليا انا ان انا ما تربيتش؟ لا طبعا ما يرضينيش. معقوله يا سناء؟ لا يعني اسمها ايه دي؟ نجلاء برضو اكيد اتربت شويه صغيرين يعني. اصلا ما تربيتش وما تتدخلش يا عادل في المالكش فيه، انا هاخد حقي بدراعي. ازاي تسكت على شتيمه ابوك يا ماما؟ هي اكيد ما كانش قصدها تشتم ابويا، كان قصدها مثلا تشتمك انت وتلخبطي فشتمت ابويا يعني. بيبي انت راجل البيت، انت الوحيد اللي تقدر تنزل عدالة السماء على رؤوسنا. يعني نعمل ايه؟ انا سايبكوا الصبح زي الفل، ارجع الاقيكوا قلبنا مصارعة حرة. معقولة؟ بابا هو في خناق تاني؟ مفيش خناق ولا حاجة يا حبيبتي، انا بتفاهم معاهم. افتحي انت الباب. بصوا يا جماعة ما هو مش هيصح كده. تعالي تعالي يا جماعة. حسن الله يا بنتي، يا رب تنجحي بتبقى عروسة. انت عايشة مع العيلة الكئيبة دي ازاي؟ ربنا يصبرني بقى. قلبي وكبني معاك يا بنتي، ربنا يصبرك. مش حد ممكن اطلب منك طلب؟ اطلبي يا حبيبتي، بس ما تطلبيش فلوس. لا مش هطلب فلوس. بص خد ده اللي حلو، خدوا ودعيلنا ان احنا نبطل خناق بقى ونحب بعض لو يوم واحد بس. يا رب يا رب يا بنتي تحبوا بعض يوم واحد بس. مش هتفتكر الدعوة دي هتتحقق؟ هتتحقق يا حبيبتي، هتصبحوا تاني يوم كلكوا سمن على عسل يوم واحد بس. صباح الخير يا حبيبي يا حياتي يا نور عيني. صباح الخير يا روحي. بيبي هو انا سبق وقلت لك قبل كده انا بحبك قد ايه؟ صراحه يعني انا الحياه من غيرك ملهاش اي طعم. بالظبط عارفه يا رانيا عامله زي الاكل من غير ملح. يا سلام. بمناسبه الاكل، تحب تتغدى النهارده كوارع؟ حبيبتي انا عارف ان انت يعني ما بتطيقيش شكلها. عشان خاطر عينيك هضحي واعملها لك. خلاص وانا عشان خاطرك مش هطلبها منك تاني. لا يا بيبي وانا عشان خاطرك لازم اعملها. ياه طب خلاص كتري الشوربه بقى. اوكي بقولك ايه، تحب تحلي بايه؟ اي حاجه هتعمليها بايديكي دول اكيد هتبقى يعني قمر، هتبقى جميله. يا ناس اكلك منين يا ربي؟ مش ممكن. اقوم انا بقى الحق كده انضف البيت واوضب الفطار على اساس يعني يصحوا يلاقوا كل حاجه جاهزه. انا مش فاهمه، انا حاسه ان انا بحب الناس كلها النهارده، مش فاهمه في ايه. وانا برضو حاسس ان انا نفسي اخد الناس كلها في حضني. قوليلي يا نقنق، مش محتاجه مني اي مساعده؟
ميرسي يا حبيبتي كتر خيرك. انا دلوقتي هخلص المكوه كلها بتاعت البيت، وبعد كده هخش اعمل السراير، وبعد كده هخش اغسل المواعين، كل ده قبل ما اروح المدرسه. طيب بصي يا نونو يا حبيبتي، انا هدخل ارتب لك الاوضه بتاعتك عشان انت تعملي الميك اب بتاعك وتبقي زي القمر كده وانت رايحه الشغل يا قمر. ده انت اللي قمر يا قمر. معقولة يا ماجي انت اللي بتعملي الكوسه بنفسك؟ اه يا حبيبتي، اصل انا لقيتك بقى تعبانه هنا خالص، فانا قلت لازم انا اللي اعمل كل حاجه عشان اسيبك ترتاحي. هو انت هتلاقيها مننا ولا من الروماتيزم اللي عندك؟ يا حبيبتي انا ببقى مرتاحه لما اشوفكم مبسوطين كده. طيب زي ما انت عايزه، خدي يا اختي عوري بقى. تحبي اعملك معايا كوبايه شاي؟ لا يا حبيبتي انا عاملاه وهصبه على طول. ادي دول اشعقولة انت كده بقى. انا هاخد عداله عداله انا عوم يا حبيبتي. صباح خير. صباح خير. قشطه. ده ايه الحلاوه دي؟ وصحيين من بدري، وايه النشاط ده؟ حبيبي احنا قلنا نخلص كل شغل قبل ما تخرج من الاوضه علشان تقوم ونبقى كلنا في خدمتك. والله يا جماعه كده كتير، ده انا كده هعيط من كتر السعاده. دي اقل حاجه نعملها لك يا بيبي. اتفضل يا عادل. تسلم ايديك يا ماما. شاي وكمان كيك. والله ما عارف اقول لكم ايه يا جماعه، يعني بجد ذوقكم فظيع. في سكر ولا ايه؟ انا يعني كمان على السكر. بس كفايه يا حمادي، كفايه. شكرا، تسلم ايديكم. انا بس كان في قميص كان بيتنشر، يا ترى نشف ولا لسه؟ اه يا بيبي نشف طبعا، وهو على الكرسي اهو. طب معلش يعني انا اسف، ينفع حد يكوه لي؟ مش اشكال، مش اشكال، خد الشر وراح، مش اشكال. انا هلبس قميص تاني، يلا مش مشكله. الحمد لله دعوه الشحات اتحققت، بس يا خساره يوم واحد بس. ازيك يا رمزي؟ الحمد لله دول. اسف يا دول. اسف يا ابني. ازيك يا رمزي يا حبيبي يا ابن عمي؟ ربنا يخليك يا دول، انا الحمد لله كويس يا دول. وانا قصدي جاي في السكه لقيت الورد ده في سكتي، قلت اجيبه. ليه يا دول انت طالع القرفه؟ يخرب بيتك يعني يا رمزي يا ابن عمي يا حبيبي يعني. لا يا سيدي مش طالع القرفه ولا حاجه، دول انا جايبهولك ليك انت. يا ربنا يخليك يا دول، يعني وانا مش فاهم حاجه بس يعني متشكر قوي. دول هي الوردة دي انا واقفة عليك بكام يا دول؟ لا الوردة دي ما كانتش واقفة يا سيدي، دي كانت نايمة كده جنب اخواتها، راح الراجل بتاع الورد جمعهم كلهم وراح منيمهم كده ولفهم فوق يعني. أول مرة يجي لك بوكي وردة. أيوة. ربنا يخليك يا رب يا دولة، بس ده كتير قوي يا دول عليا. لا يا رمزي، إيه يا رمزي يا حبيبي، مش كتير عليك يا ابني، ده كفاية بس مجهوداتك في البازار يعني. ربنا يخليك يا دولة. طب مش كنت تجيب لي سندوتشات أحسن يا دولة وأنا هاكل ورد يعني؟ عملت حسابك يا سيدي، أنت فاكر السندوتشات دي ليا؟ لا دي ليه، ومش جايب لك فول وطعميه بقى، لا جايب لك قشطه بالعسل، وجايب لك قشطه بالمربى، وقشطه بالحلاوه، وقشطه بالزبده. الله قشطه عليك يا دوله. السندوتشات دي كلها ليا مش هديك حاجه؟ ايوه يا سيدي كلها ليك، ده ابسط حاجه اقدمها لك يا ابن عمي يا حبيبي. ياه يا دوله، دوله انت اول مره تقول لي كلام حلو كده، وانا هعيط يا دوله والله. ايه يا رمزي تعيط ايه يا ابني؟ انت ابن عمي يا رمزي، بعيدا عن الشغل وقبل الشغل انت ابن عمي، يعني ابوك اخ ابويا الله يرحمهم. ربنا يخليك يا دوله. طب حس كده هنا يا دوله بقى، ممكن تزود لي المرتب بتاعي حبه يعني؟ اه طمع القرايب بقى، عايزنا ازوده لك كام يا سيدي؟ يعني 15 جنيه. بص من غير ما افكر موافق على الزياده. يا ربنا يخليك يا دوله. دولة وعايز روفر تايم. روفر تايم اللي هو زي الاوفر تايم يعني، عشان انت بتنام هنا في البازار وبتبذل مجهود. بص موافق. دولة وعايز عجلة. عايز عجلة. عجلة؟ ماشي اجيب لك عجلة يا جزمة. بس ايه لميع مش اي جزمة يعني. دولة وعايز اتعشى كل يوم في المطعم اللي هو على اول الشارع ده، حواوشي كل يوم. مش بس اعشيك كل يوم، ده انا كمان هساعدك في شغل البازار هنا يا رمزي. ايه ده مش معقولة، هتكسر معايا تماثيل؟ لا طبعا هتكسر تماثيل ايه، دي موهبه يا ابني عندك انت مش موجوده عند اي بني ادم، دي يعني هبه ربنا بيديها لك يعني، ربنا بارك لك فيها. انا مثلا ممكن اساعدك في اي حاجه من اللي انت ما بتعملهاش، مثلا امسح البازار، انظف التماثيل، ارصها، الحاجات اللي انت ما بتعملهاش خالص عمرك يعني. انا اي ايه وجعتك؟ انا اسف يا رمزي يا ابن عمي يا حبيبي، بحبك قوي. يلا يا رمزي هات بوسه. يلا ماشي يا دول. لا كفايه واحده، كفايه واحده. دي داخله على
واحدة ونص لما أقوم أحضر الغداء قبل ما عاد يجي. استني استني أجي أساعدك، مش معقول لوحدك. وأنا كمان هساعدك. وأنا معاك. الله يسلمك يا حبيبتي. ها وحشتك؟ موت 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 موت. يا خبر ابيض، ده ايه كميه الموت دي كلها؟ يعني انا اخش اغير بقى هدومي عشان اجي؟ واضح ان انتوا خلصتوا الاكل ولا ايه؟ لا استنى، تاكل الاول، ده انت هفتني عادل. شوف نفسك خسنان ازاي يا عدوله، تعالى كل. اه فعلا انا خاسس بقالي فتره، يبقى اكل الاول. يلا يلا تعالى تعالى. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دوق بقى، دوق بقى الشوربه وشوف جمالها. فظيعه جميله. انتوا مش هتاكلوا ولا ايه؟ لا يا بيبي لا، احنا هنستنى لما انت تاكل، وبعدين احنا بعد ما تاكل انت وترتاح ناكل احنا. دوق الفته يا حبيبي، عاملاها لك بايديا مكتره فيه التوم اللي انت بتحبه. هايله. مين هيفتح الباب؟ انا انا انا. اهلا اهلا يا مربت. اتفضلي اتفضلي. ايه النور ده؟ انتوا مالكم النهارده؟ احنا مالنا في ايه؟ ما احنا زي الفل هو كويسين. كويسين؟ امال الجيران بتشتكوا منكم ليه؟ اشتكي مننا؟ تعام ومرفت، عمازل بيحبك، تعام المصمت مفتوح اهو. يا اخويا بالهنا والشفا على قلبك، ربنا يخليك يا سعاده. بس انت بقى لو فات بالعزومه ديت، انت بتصالحني هتعمل ايه بقى مع الجيران؟ الجيران ايه رايكم؟ ممكن نعزمهم كلهم؟ اه والله فكره عادل، ما تيجي نعزمهم الليله دي على العشاء. طب ما بدل ما نعزمهم على العشاء، ايه رايكم نعمل لهم حفله كبيره؟ هتعملي ايه يا نقل؟ هعمل تورته. واحنا مش بنشتريها من البقال؟ لا من الحلواني يا رمزي يا حبيبي. نقنق قوليها كده تاني. هي ايه دي اللي انا اقولها تاني؟ من الحلواني. اصل صوتك حلو قوي يا نقنو. انا افتكرتك هتقولي قوليلي تاني يا حبيبي مش الحلواني. لا لا مش ممكن يا نقنو، لا مش ممكن. انا عارفه انك مخضوض ومندهش ومستغرب عشان اول مره اقولك يا حبيبي. نقنو هي ايه دي يا نقنو؟ القوطه دي صغيره قوي كده ليه؟ لا دي مش قوطه يا حبيبي، دي كريزه كبيره. والله؟ اه. هنعمل بيها ايه بقى دي؟ دي بقى هنزوق بيها التورته. ايه ده، احنا هنزوق التورته بالقطه؟ لا بالكريز. وحلوه قوي، وحتى دوق. الله، القطه دي مسكره قوي يا نقنو. قلنا اسمها كريز. ها هتساعدني بقى ونعمل تورته؟ ماشي اوكي. طب نقنو، هو التورته دي يعني ليه مش عاملينها في البيت؟ عشان دي مفاجاه، وانا عامله لهم مفاجاه، ولازم عشان تبقى مفاجاه اعملها بره البيت. فين ايديا؟ فين ايديا؟ ايوه يا وشقي. ماشي نقل. بس قولي لي بقى انا هساعدك ازاي بقى؟ انا تحت امر. انا اقول لك يا سيدي، انت امسك التورته دي، زوقها لي بالكريمه وزوقها لي بالكريز لغايه ما انا اخلص التورته الثانيه. ماشي ماشي يا نقل. حاضر. نقل 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 نقل. هي ايه القرطاس ده؟ لا ده مش قرطاس، ده أمة يا رمزي. هنعمل بإيه يعني القمع ده؟ هتاخد كل الحاجات البيضة اللي هنا وتحطها هنا، وبعدين تقوم عامل كده وتقوم مزوقة كده على التورتة الزغنططة؟ أيوه. ماشي يا نقنو. شد حيلك. ها ماشي يا حبيبي. وأنا مش هتأخر. ماشي يا نقنو يا حبيبي. ماشي يا نقنو يا حبيبي. شباكنا ستاير وحرير، من نشمة شوق بتطير، بقالي كام سنة يا حبيبي. رمزي رمزي. ها عملت ايه ده؟ انت لسه ما زودتش التورتة؟ فين باقي الكريز؟ انت اكلت كله كله كله؟ بالهنا والشفا يا رمزي، مطرح ما يسري يمري يا حبيبي. ادي لي حاجه
بسبوسه بسبوسه. عندنا ضيوف. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ. شكرا. بسبوسه ايه؟ خلينا في المهم. فين الجاتوه؟ حاضر من عينيا يا معلم. اهو ادي الجاتوه اتنين كمان مع بعض. ايوه يا ماما. كريمه يا ماما. اه خد اتفضل. اتفضل يا معلم. اهو ده الكلام. طب انا جوزي بقى ولا بياكل حلو ولا مسبك يا حبيبتي؟ احنا عاملين حساب استاذ ابو السعود. مدعو الله يسامحك. نقنق. خدي. مين يقدر يقاوم جمالك وحلاوتك دي؟ انا. ايوه وقوامك الممشوق وجهك الملائكي الطفولي البريء. نقنق. هي كلمه الممشوق دي كلمه حلوه يعني؟ ايوه حلوه يا حبيبي. حبيبي تتجوزيني يا نقنق؟ انت فاجئتني. وفاجئتني دي كلمة حلوة برضو؟ انا ليا اخ كبير اطلبني منه. ايه ده يا نقنق؟ انت ليك اخوات من امتى؟ يجي من سنتين كده. اخويا اللي هناك ده اللي لابس بدلة لونها تركواز. دولة؟ يا اهدي الدنيا صغيرة قوي. ازيك حلاوة؟ الحفلة دي يا ريت تكرروها قريب. والله لو ما اتكررتش بعد كده ان شاء الله نكررها ونكون حوشنا بالمرة تمن الاكل اللي انتوا بتاكلوه ده يعني. بس على فكرة يا استاذ عادل احنا برضو لسه زعلانين. زعلان ليه تاني يا معلم هابرة؟ اشتراك الاسانسير. طب يا سيدي اشتراك الاسانسير بتاع العمارة كله انا اللي هدفعه الشهر ده عليا يا سيدي. والنور. النور بتاع العمارة كله انا هدفعه برضو بس انت بقى ما تشغلش المروحة عمال على بطال. والمية يا استاذ عادل كمان. يا جدع المية انا حاسس المية هي اللي عاملة فيك كده. المية ان شاء الله انا اللي هدفعها كلها برضو يعني. اهلا وسهلا منورين. احنا يا اخوانا الحفلة قاعدة ساكتة ليه كده؟ ما تشغلونا اي حاجة نسمعها. اتفضل يا حبيبي. في مزيكا بلدي تنفع؟ تنفع طبعا يلا. اسانسير ايه اللي انا ادفعه لك يعني؟ وبعدين انت مش عايز اسانسير ده انت محتاج ونش يطلعك لشقتك. والميه يا استاذ عادل؟ ميتي وانا كمان مسؤول عن حمومكو. طب والنور؟ نور ما تبطلوا فطيره بقى يا اخي يعني كل حاجه طالبينها انا اللي اعملها وانتوا ما بتعملوش حاجه ولا تدفع حاجه ابدا. اي حسبي فتحي دهستي رجلي. مش قصدي يا سناء انت كل حاجه تتنرفزي عليا كده. لا قصدي انت طول عمرك مش طايقاني وبتتضايقي مني. يوه بقى ما تقومي يا اختي يا مجيده ولا على رجليك ناشف منها. قومي شيلي الحاجات دي. انا اشيل الحاجات دي؟ طبعا انا على راسي ناشف منها. الحاجات دي تعملها زي البلديو الشغالين اللي زيك. انا شغاله. ايوه انا شغاله. بقول لك يا دوله انت مش عايز ايه؟ انت عايز ايه يا دوله؟ انت مش هتجوزني اختك؟ اختي مين يا اللي تتجوزها؟ سناء يا دوله هي موافقه ومستنيين رايك. مش عارف ليه اطلع بره. هلا اطلع بره انت جاي تتجوز اختي. يلا اطلع بره. الشحات يا رب. ده فيلم مراهقون على الهواية. بلاش بقى الفيلم ده الله يخليك. مراهقون على الهواية ايه؟ انت بنتك في سن مراهقة ومش عايزين بقى تتعلم من الحاجات دي ومش عايزين مشاكل. مشكلة ايه كفل الشر؟ مش عارفة مشكلة ايه. البنت دلوقتي بتكبر والمخات بتاعتها بقت تكبر يعني ممكن تراهق وتفكر بتفكير مش مظبوط. صح يا مام. يعني احنا لو معرفناش نوجهها صح ممكن البنت تنهار وتضيع. انت ليه انت ومامتك عمالين تحدفوا دبش وطوب من الصبح؟ يعني ايه البنت الطيبه الغلبانه دي تضيع؟ والله انا مش عارفه ايه اللي فكركم بياسمين دلوقتي. ياسمين العاقله الكامله. يا ماما مش لاقيين حاجه يلقوا ويعجنوا فيها. عمالين يقطعوا فروه البنت الغلبانه. يا بنتي انتي بتكلمي في فروه ايه اصلا؟ انا اصلا ما قطعش فروه بنتي. بنتي ما عندهاش فروه في راسها اساسا. احنا كل الموضوع ان احنا بنعمل شويه احتياطيات. بلاش كلام فارغ. البنت كويسه واطمني عليها دي عاقله وكامله. قولي لهم يا ماما. اه اهي يا
ياسمين جت اهي. يا حياتي وحشتيني. تعالي بسرعه. اهلا اهلا اهلا. مساء الخير. مساء النور. وحشتيني قوي. قولي النهارده عملتي ايه في المدرسه؟ مامي انا عايزه اخد رايك في موضوع. قولي. انا طلبت من واحد زميلي ان هو يجي يذاكر معايا هنا، ايه رايكم؟ برافو ياسمين، برافو. رايح اجيب الدب من ديله وان ما لقيتلوش ديل راح. ازيك يا عم رمزي؟ ياسمين حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ هو فين بابا؟ بيريح شويه في التابوت اللي جوه. اه منك الله على دي شهرة. ايه ياسمين؟ ايه مالك يا حبيبتي؟ في حد في البيت جراله حاجه؟ حد مات؟ لا يا بابا محدش مات، ده انا كنت عايزك في حاجه خاصه. حاجه خاصه؟ بنت جايه لعريس ولا ايه؟ الف مبروك يا عريس. عريس ايه يعني؟ هبقى انا العريس. اوه اوه اوه. وايه يا ياسمين يا حبيبتي بقى الحاجه الخاصه اللي انت عايزاني فيها؟ الموضوع متعلق بواحد زميلي في المدرسه. واحد زميلك؟ يعني طيب انت زميلك اللي في المدرسه ده ظروفه ايه؟ ده اشطر واحد في المدرسه. ايوه بس يا ياسمين يعني مش شايفه ان الموضوع ده لسه بدري عليه؟ لا يا بابا ما ينفعش اجل اكتر من كده. ما ينفعش اجل يعني؟ طب هو عنده شقه؟ لا ما هو هيجي عندنا. يجي عندنا في ايه؟ هو البيت هيستحمل مين ولا مين؟ يا بابا يا بابا ما فيش وقت خلاص، انا قربت اضيع. يا عيني سافر الندل الجبان الواطي، انا مش هسكت ابدا. ادي اخر تربيتك يا سدوله. بس يا جزمه مالوش ذنب، ده انا اللي مش بذاكر كويس. مش بتذاكري؟ انت بتتكلمي على ايه بالظبط يا ياسمين؟ عندي مين اللي في المدرسه اللي هيجي يذاكر لي عربي في البيت عندنا؟ عربي؟ يا وهو ده بقى الموضوع الخاص اللي انت عايزاني فيه؟ اه يا بابا. امال حضرتك فاكر ايه؟ يا ستي بابا كان فاكر ان الواد ده فاكر. ايه انت هتشرح لها ولا ايه؟ مش عايزك تتكلم خالص. ماشي الاسم دول. خالص. بص يا ياسمين، طبعا ما ينفعش انك انت تجيبي زميلك اللي في المدرسه ده تمشي بيه في الشارع وتطلعي بيه في العماره قدام السكان وتقعدي في البيت وتزق. لا 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 ما ينفعش خالص، انا عندي نخوه. ايه ده؟ انا ما اعرفش اننا بنبيع نخوه هنا. لا نخوه دي في المخزن. نو 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 مش مسلسله دوله ست. ها بص يا ياسمين، ماما رايها ايه في الموضوع ده؟ هي موافقه بس قالت لي اخد راي حضرتك الاول. هو عنده راي اصلا؟ اوت اوت. ياسمين لو ماما فعلا بتقول لك تاخدي رايي، انا رايي بقى مش موافق. انا داخله اوضتي. ايه ياسمين؟ ياسمين عادل، على فكره اللي انت عملته ده ما يصحش خالص. ده انتوا عاملين رباطيه عليا بقى، وانا اقول ايه الاستقبال الشعبي ده؟ ما انت كمان ما تزودهاش. لو سمحتي ما حدش يتدخل في تربيه البنتي. عادل عنده حق. ايه عادل عنده حق؟ عادل عنده حق. عادل الكلام اللي بيقوله ده كان ممكن يحصل من 50 سنه مش دلوقتي. حماتي بعد اذنك يا حماتي، انا راجل البيت والكلمه اللي انا اقولها هي اللي تمشي. يا عادل لو انت كل يوم بتروح المدرسه زيي وبتشوف اللي بيحصل في المدارس كنت تقعد تتناقش مع بنتك بهدوء. مظبوط، علشان البنت تكسب ثقه فينا. ايوه رانيا عندها حق. يا ماما مره انا عندي حق ومره رانيا عندها حق، ما ترسلك على حاجه يا ماما. يا عادل انا رايتي ان البنت دي لازم تعمل كل حاجه قدام عيناتنا احنا عشان نعرف اذا كانت بتعمل حاجات صح او حاجات غلط. مظبوط مامي كلامها صح، يعني البنت لما تقعد تذاكر مع صاحبها قدام عينينا سايكولوجيا احسن بكتير اي ما تدينا ظهرها وتقعد تذاكر من ورانا. ايه اللي تذاكر من ورانا وتدينا ظهرها؟ رانيا لو سمحتي اتكلمي على ياسمين بشكل كويس. عادل من فضلك، مراتك صحيح هبله لكن المره دي بتتكلم صح. بتتكلم صح ايه يا جماعه؟ افهموني كويس، انا عايز اعمل ايه؟ عايز ابعد الكبريت عن الجهاز. يا بيبي الكبريت موجود في كل حته هتروح يا ياسمين، يعني هي لو راحت في كل حته هتلاقي تقريبا مليون كبريت. مليون كبريت؟ يا نهار ده كده هتولع فينا كلنا. ولعت يا ابو ولع انت؟ انت ما حدش عاجبك وكل اللي يكلمك الكلام مش عاجبك؟ انت كده بتبوظ مش بتحافظ يا عادل. ايوه سناء عندها حق. ياسمين يا حبيبتي انا فكرت في الموضوع اللي انت كلمتيني فيه، وغير كده كمان كأب ديمقراطي في بيت ديمقراطي اخدت اراء الاخرين كلهم، وصراحه لقيت يعني ما فيش مشكله خالص ان انت تجيبي صاحبك ده يقعد يذاكر معاك هنا في البيت. ما تفتكريش عشان انت دخلت الاوضه وغضبانه مني انا وافقت، لا طز فيكي.
لكن انا صراحه لما هم ضغطوا عليا اضطريت ان انا وافق، اقتنعت يعني. ياسمين يا حبيبتي، بابي ما يستاهلش مني كلمه ميرسي. ميرسي يا بابا. لا مش عارف، حاسس كده بتقوليها من غير نفس. ميرسي يا بابا كده بنفس. ماشي ماشي، عموما الواد ده عشان بابا ما اسموش الواد، اسمه البوش. البوشي؟ يا نهار اسوح، ده اسمه الواحد يخليني ارفض انه يدخل بيتي. خلاص يا عادل عديها، يعني مش عارف عندي اسم الولد، يمكن الولد يطلع كويس، ما تحكمش عليه من اسمه. طيب عموما يعني انا ليا شروط. وايه هي شروط حضرتك؟ شروط يا ستي، اول حاجه ان انتوا هتذاكروا على ترابيزه السفره بره، ما تذاكروش هنا. حاضر. تاني حاجه بقى، مده المذاكره دي هتبقى لساعه واحده بس في اليوم. ما ينفعش يا بابا. ياسمين بصي يا حبيبتي، احنا نمشيها ساعة في الأول لحد ما بابي يشوف الولد، ولو طلع ولد كويس يبقوا ساعتين ثلاثة. اوكي. ده كتير قوي يا عادل. لا 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 مش كتير لو سمحتي، انا عندي شروط والشروط دي لازم تتنفذ عشان اوافق الولد يدخل. طب اتفضل قول شروطك. من شروطي، دي شروط مهمة جدا برضو، ان الولد لازم اشوفه الاول على انفراد، قعدة طويلة بيني وبينه، افهم دماغه قبل ما ادخله بيتي في وسط اهلي وفي وسط كم الستات اللي موجودين هنا. اتفقنا؟ انت بقى ابوك بيشتغل ايه؟ ليه؟ لا بص، انت لازم تفهم النظام هنا، انا اللي اسال وانت اللي تجاوب. ليه؟ وحضرتك ظابط مباحث؟ باين عليا الهيبه طبعا. صح؟ حضرتك عمال تسال تسال، ده انا وانا اللي جاي اتجوز بنتك. ولا احترم نفسك هلا. يا عمي عمد دبب ياض. يا ممكن لاحظ ان حضرتك عمال تغلط وانا بعديلك. تعديلي هتعمل لي ايه؟ هتقوم تاخدني على مين ياض؟ ما تيجي تاخدني على مين ياض؟ تضرب دول يا حبيبي ابن عمي؟ لا بقول لك ايه، ده انا معايا الحزام المخطط في الكاراتيه. ولا الله لا يسيئك يا رمزي، اسكت بقى. ما يا دولا اوت اوت اوت. يا بابا مش ده اللي اتفقنا عليه؟ اسكت انت يا ياسمين، اما الرجاله تتكلم البنات تسكت خالص. حاضر. ما تخافيش يا ياسمين، انا هجيب لك حقك. تجيب لها حقها منين يا لاحظ ان انت الغريب اللي في وسطينا، ولو انت كنت فاكر نفسك انك انت مثبت البيت، لا دي بنتي، يعني انا مربيها كويس قوي، لعلمك بقى دي توديك البحر وترجعك عطشان. يا بابا لاحظ ان احنا اللي محتاجين له، يعني كارتر خيره ان هو جاي يذاكر لي. كارتر خيره؟ خدمة انسانية وحياتك يا انكل. واد انا مش مستريح لك يا اد، انت شكلك كده مبصبصات يا لا. عيب يا عمو. ولا احترم نفسك يا لا. يا بابا بقى. ماشي ماشي، بص يا لا، انت هتيجي تذاكر لبنتي، ماشي؟ هتقعد تذاكر بأدبك، بصة كده ولا حركة كده انت حر. هفرمك ياض، هفرمك. ويانا انت يا بوشي وكارتر، انا حاسس ان فيه هجوم امريكي علينا. درس النهاردة الجملة الفعلية. عارفة الجملة الفعلية بتتكون من فعل وفعل ومفعول به. في حاجة يا عمو؟ لا ابدا، انا اصلي كنت ماشي كده فقلت، وماشي جاية من فعل يمشي، ويمشي عبارة عن فعل مضارع. على فكرة ياسمين، أنا ممكن أشرح لك أي حاجة في العربي زي ما أنت عايزة يعني، والواد ده يمشي بقى يغور من هنا خالص. أولاد ها، أخبار الشرح إيه ياسمين؟ صعبة قوي يا ماما. طب حبيبتي بصي، إحنا هنقعد جنبك هنا، لو احتجتي حاجة ندهينا. تعالى تعالى. إيه يا عادل اللي أنت بتعمله ده؟ حرام عليك، في حد يعمل كده؟ رانيا أنا صراحة مش مستريح للي بيحصل ده يعني. وبعدين يعني في الوقت اللي احنا نحتاج اهلك واهلي فيه ما نلاقيش فيهم حد موجود. اللي بيحصل ده عادي جدا يا عادل، عادي. عادي ازاي بس؟ هشوف انا بقى حكايه التليفون ده، عايز اعمل مكالمه مهمه جدا. المبتدا والخبر بيترفعوا بالضبط، وممكن الخبر نقدمه على المبتدا. في ايه تاني يا بابا؟ مفيش، انا اصلي بعمل مكالمه مهمه، والحته دي الوحيده اللي جنب الشباك اللي فيها ارسال في الشقه يعني. يا سلام، انا بتكلم في الموبايل في اي حته في الشقه يعني. ايه بس يعني المره دي الوضع مختلف. لا يا ولاد يا ولاد، اعمل لكم حاجه تاكلوها؟ طب يا حبايبي الطيب، فضحتنا، حرام عليك جرستنا، انت عايز مني ايه؟ يا رانيا انا مش مستوعب. بقول لك ايه؟ ايه اقصى حاجه ممكن تحصل لو الولد ده ما شرحش لياسمين؟ ولا اي حاجه، ولا تضايق نفسك، بنتك هتسقط. طيب رايح فين تاني؟ إيه رايح الحمام. ايه وضع طبيعي ان الانسان يروح الحمام عادي؟ والجار والمجرور مكانهم في اي حته في الجمله، في الاول في الاخر. عايز حاجه يا عم؟
لا ابدا مفيش، انا اصل كنت معدي كده يعني، فقلت اشوف العربي اللي انتوا بتذاكروه لها ده، لان انا فعلا محتاج يعني ادرس شويه عربي، لان انا ضعيف شويه في العربي يعني. بابا على فكره كده حضرتك بتشتتني. اشتتك ايه بس واعمل ايه؟ لعلمك اللي انت بتذاكريه ده كلام فارغ بالنسبه لي، انا ممكن اشرحه لك بصبع رجلي يا ماما، العربي ده اسهل حاجه. حضرتك شايف انك شاطر قوي في العربي؟ شاطر في العربي يا ماما؟ العربي يعني انا، يعني العربي انا اللي مخترع، يعني مش مخترع يعني، انا افهم اي حاجه عربي. طالما حضرتك ضليع قوي كده في العربي، قول لي جمع المؤنث السالم بيتناسب بايه؟ تنع بيت يد، اي حاجه في الدنيا بتتنصب بالفتحه. غلط يا بابا، دي الحاجه الوحيده اللي بتتنصب بالكسر. ايه ده، غيروها ولا ايه؟ بصراحة كده يا ياسمين أنا اتخنقت منك، أبوكي ده راجل ممل وجرفطة. أنا جرفطة يا أنت؟ أنت سامعة؟ سامعة الواد بيقول إيه وأنت قاعدة ساكتة يا ياسمين؟ أنت اللي استفزيته يا بابا. وكمان بتدافع عنه؟ طب بصي خلاص مفيش درس، مفيش حصة، والدرس خلص والجرس ضرب، وقوم يلا اطلع بره يلا. بتطردني من بيتك يا عمو؟ أه بطردك من بيتي بره، اطلع بره. الكرفطة قال. عادل شوف المصيبه اللي احنا فيها. مصيبه ايه؟ في ايه؟ المنتخب اتغلب ولا ايه؟ منتخب ايه؟ اتفضل. ايه دي كمبياله؟ شهاده بنتك الفالحه ياسمين. الشهاده بتاعتي حلو حلو حلو. حلوه ايه؟ عادل ما تبص على الدرجات اللي فيها. مالها الدرجات؟ ما هي ناجحه ايه وزي الفل الحمد لله. شوف درجه العربي يا عادل 29 من 50. طيب يا ماما ما ناجحه هي يا ماما. ناجحه بس مش متفوقه. ايوه يعني عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ يعني بصي انا عايز اقول لك حاجه يا رانيا، لازم نبقى قنوعين، القناعه كنز لا يفنى، لازم نرضى بنصيبنا يا ماما. عادل على فكره انت سلبي جدا، انت كان في ايدك كل الحاجات اللي في دينا اللي تخلي بنتك تتغلب عن معوقات الدراسه. قصدك ايه؟ ان انا اجيب لها الواد المبصبصاتي ده يذاكر لها تاني؟ بقى ويا تلحقها يا ما تلحقهاش. تفتكر الموضوع خطير قوي للدرجه دي؟ يا عادل بص بقى، انا خدت نمره الولد وهطلعه لك اهو، وهسيبك انت وضميرك يا عادل، انت وضميرك. خد اديني قدام الامر الواقع يعني. ماشي ماشي. الو الفوشي موجود؟ التوشي السوشي يا البوشي. ايه يا بوشي؟ ايه يا حبيبي؟ ايوه انا عمو عادل سعيد بابا ياسمين. قفل السكه الفوشي. معلش يا عادل، معلش يا حبيبي، عشان خاطري، عشان خاطر بنتك ياسمين كلمه تاني. عشان خاطرك ايه؟ مش هكلمه تاني، والواد ده مش هيدخل البيت ده طول ما انا عايش. سألتكِ يا صخرة ملتقى الشعر الرومانسي زي ما انت عارفة. الحقي بيقولها شعر رومانسي. فيها ايه عادل؟ ما هو بيشرح لها قصيدة جوه المنهج يا حبيبي. فيها ايه؟ ما هو المنهج مليان قصايد، اشمعنى القصيدة دي اللي اختارها عشان يشرحها لها؟ لا ده انت فظيع. ايه رايح فين؟ رايح فين؟ ما تخافيش ما تخافيش، هتكلم معاهم بهدوء يعني عادي، ما فيش حاجة يعني، دي بنتي برضو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اقعد معاكم شوية ولا ايه؟ خير. لا خير ان شاء الله، انا اصلي سمعتكم بتقولوا قصايد وكده يعني، مش هعمل لكم اي ازعاج، انا معاكم يعني. اتفضلوا اتفضلوا. بابا ما تخافيش طبعا، بجد مش هعمل اي دوشه خالص، وبعدين انتوا ما دام بتتكلموا في شعر، انت عارفه ان باباكي شاعر قديم يعني الحمد لله. وحضرتك تخصص انهي نوع في الشعر؟ لا كله، انا كل الاشعار بشتغلها يعني، فحت وردم يعني. هو بيسأل حضرتك الشعر اللي انت بتكتبه تبع انهي مدرسة؟ مدرسة صغير مش فاهم يعني، الشعر ملوش دعوة بالمدارس يعني. المدرسة اللي هي تبع كنت النقراش الثانوية العسكرية. طب ممكن نكمل؟ طبعا كملوا يا حبيبتي. دي قصيدة ايه دي؟ ما هو انت تتكلم يا انا اتكلم، حاجة من الاتنين. انا اتكلم طبعا. اوكي اوكي. ممكن بقى حضرتك تسمعنا حاجة من أشعارك؟ قوي حابب يعني تسمع حاجة من أشعاري قوي يا حبيبي طبعا. هسمعكم جزء من آخر قصيدة أنا كتبتها، هسمعكم المطلع بس عشان ما أطولش عليكم. القصيدة بتقول أنت يلي تملي يا حلاوتك يا حلولي. مش ممكن يا عم، إيه الجمال ده؟ ربنا يكرمك يا ابني، عجبتك بجد؟ لعلمك انا عامل كشكول كده هو بكتب فيه كل القصايد اول باول، اروح اجيبه لك واسمعك منه. والله انت واد هايل على فكره ياسمين، انت استفيدي منه جامد جدا. ثانيه واحده، اروح اجيب القصيده دي واجي على طول. انت ليه عملت كده؟ هو اللي اضطرني اعمل كده. انا ما اسمحلكش تقول على البابا كده. دي طالعه له بقى، انا قلت لما اسمع شعره لهبل ومجد فيه شويه حل عن سماه. يا جبان يا ند، زهرت على حياتك فعلا يا بابا، ما
ينفعش اصلا اجيب حد يذاكر معايا هنا. ياسمين لو سمحتي قبل ما تاخدي القرار فكري الاول. هي فكرت وقررت وخلاص. الولد ده ملوش قاعده معانا في البيت هنا. اطلع بره يا لا. اطلع بره، مش عايز اشوف وشك هنا تاني طول ما انا عايش. تالي مفيش مكان اهدى من كده هو نقدر نتكلم فيه براحتنا. بص يا بيبي احنا جايين النهارده عشان نحط النقط فوق الحروف. ماشي ماشي، انا بقى هحط النقط فوق الحروف. الواد ده انا مش طايقه خالص. في حاجه بالتحديد يا بابا مزعلاك منه؟ حاجه واحده ده ميت. لا هزعل منه ليه؟ عادي ده طفل يعني. وبعدين يا ممكن انا لغي من دماغي اي تفكير عاطفي في الفتره دي. يعني البنت يعني مش هتعكسها ولا اتكلمها ولا حاجه من دي؟ بص يا بابا، هو قال لي لما يكبر ان هو عايز يتجوز عارضه ازياء. ها اطمنت بقى بيولوجيا ونفسيا. سيب بقى الاولاد يا عادل يركزوا كده وينهالوا من المراه بالعلم عشان يحققوا المستوى المرجو منهم. بصي، بعيدا عن الكلام اللي انا مش فاهمه ده، انا فاهم حاجه واحده بس، ان الواد ده ما يخشش بيتي طول ما انا عايش. بوش يا حبيبي، تحب تتعشى قبل ما تروح؟ لا يا امي، هاكل عندنا. ليه؟ الاكل بتاع طنط وبتاع الغدا ما عجبكش ولا ايه؟ ده بيقول يا بابا ان هو كان هياكل صوابع وراه وبيشكر ماما على الاكل الجميل ده. طيب يا حبيبي، بص انا هبقى اوصلك انا حبيبي عشان الوقت اتاخر. ماما قالت لي هتعدي عليا تاخدني، زمانها جاي اكيد هي. اهلا، اتفضلي تعالي. يا ترى البنات خلصوا مذاكره؟ عادل تعالى سلم ماما بوشي. اهلا وسهلا يا فندم، فرصه سعيده خالص. انا زي ما اكون شفت حضرتك قبل كده. والله وحضرتك شكلك مش غريب عليا. سلوى نجاري؟ لا مش ممكن، عادل سعيد. ازيك يا سلوى، عامله ايه؟ اهلا. اخبارك ايه؟ عادل سعيد. يا رها، شكلكم تعرفوا بعض من زمان. يعني من زمان، والغريبه بقى كمان يعني يا سلوى فعلا سبحان الله، يعني ان ابنك وبنتي الدنيا تجمعهم مع بعض دون صغيره فعلا زي ما كنت انا وانتي زمان، فاكره؟ تخيل. لا والمهم بقى ان انا شايفه ان مستوى الاولاد اتحسن جدا. طبعا لا اتحسن جدا. متوقفش تتكلمي مع راجل غريب. يا بوش يا حبيبي، انا مش غريب، انا وماما كنا زمان. زمان ده انتهى، احنا دلوقتي. وبعدين يا بوشي ازاي تتكلم كده؟ تعال هنا. الراجل ده شكله مصدوصاتي. بصبصاتي؟ ايه الكلمه الغريبه دي، جبتها منين؟ الحق يا سلوى، بصي ابنك بيقول ايه. انا اسفه يا عادل، انا مش عارفه ايه اللي جرى له النهارده. بعدين يا عم لو سمحت كلامك توجهولي انا مش لماما. يا حبيبي انا وماما اساسا كنا اصدقاء جامدين جدا. غلطه مش هتتكرر تاني. يا ولد ايه اللي جرالك النهارده؟ ازاي تتكلم كده؟ معلش يا جماعه، صلوا على النبي، ده ابنك برضه يا سلوى على طول عصبيه كده. يلا ماما دلوقتي ونبقى تتحاسب في البيت. هتتحاسبوا في البيت؟ طب اشربوا حاجه الاول يا سلوى. لا بس احنا مستعجلين، واحنا اصلا ما عندناش حاجه تتشرب يا بابا. يا رانيا اتفضلي يا سلوى اتفضلي. لا ابدا، ده انا سعيد والله اشوفك جدا. مع السلامه. يا سلوى دي لطيفه جدا 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 صراحه يعني. يا رانيا انت لسه زعلانه مني ولا ايه؟ رانيا طب انا اعمل ايه يا رانيا؟ يعني انا فوجئت اساسا، وانا كنت اعرف الست دي قبل ما تيجي يعني. وبعدين انت مش كنت اساسا بتنادي بالصداقه بين الجنسين؟ انا قلت كده. بس انا قلت اصدقاء لما يبقوا اطفال مش يبقوا كبار وفارعين في الطول. طب وانا اعمل ايه؟ ما احنا كنا اصدقاء انا وهي لما كنا اطفال، وبعدين كبرنا وبقينا فارعين بالطول، يعني دي حاجه مش بايدي يعني. رانيا ما تزعليش مني بقى رانيا، وبعدين انا اعمل ايه يعني؟ بصي خلاص، انسي الولد ده وانسي امه خالص. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ معرفش، انا ماليش دعوه، بنتك اتصرف انت معاه. ماشي. ياسمين بقى محتاجه كام حصه في الاسبوع؟ محتاجه 3 حصص في الاسبوع ب 50 جنيه عادل. طيب يعني ادي 150 جنيه في الاسبوع، يعني في الشهر محتاجه لها بتاع 600 جنيه، مش كده؟ عادل مش عايز انت ما
بقيت رغايه قوي اليومين دول، كنا بنتكلم عن الفلوس ولا حاجه؟ ايه المشكله يعني؟ المشكله في 600 جنيه كل اسبوع، ده غير اكلك وغير شربك وغير ماما وغير امك وغير اختك وغير اختك. خلاص هجيب المصاريف دي كلها منين؟ خلاص ما توترش نفسك، انا اقول لك على حاجه جامده جدا بقى. انت هتجيب الواد بوشي ده عندك في البازار، يدي لك انت الدروس، وتيجي انت بقى على ياسمين تقوم عامل كده بقى ايه عزنك انت بقى اللي بتشرح لها، وتبدا تشرح لها بقى. يا بنتي الايه، انت اول مره تقولي فكره كويسه. يعني هو البوشي يجي لي انا البازار يشرح لي، وبعدين اللي هشرحه لي اجي انا اشرحه لياسمين من غير ما هي تعرف ان هو جه شرح. برافو عليك، برافو عليك، انا هعمل كده فعلا. بس افرضي مثلا البوشي ده وهو جاي لي او هو ماشي من عندي، مامته جت توصله او تاخده، اعمل انا ايه ساعتها؟ ولا اي حاجه، كلها حاجات بسيطه جدا. قوم انت حياتك مدور وشك الناحيه الثانيه يا عادل كده ايه، وسايب امه قاعده معاك بقى ايه تعمل اللي هي عايزاه عادل. يعني ايه مش هبص لها؟